ربيع بن ابراهيم، الناس تعرفني ذا دريمر. انا اول انفلونسور في العالم العربي اللي يدافع على الطبيعه ويحكي على الانفيرونمون. بالطبيعة نفضل الناتور خاطر نحس روحي مرتاح برشا في الطبيعه. تونس كيفاش نحكي عليها؟ تونس كما نقول واحد هذيك امه اللي تربى عندها، يعني كل شيء تعلمته في بلادي من الاول اكتشفتها بالقدا، دخلت في اعماق اعماقها، حب كبير برشا بيني وبين بلادي. الجزائر هذه اول مره ندخل الجزائر وحسيتها معناتها سافي بارتي من تونس، حسيت روحي في الشمال الغربي من تونس. نتقلق برشا كيف العباد ما يعطيوش قيمة للطبيعة وما يعرفوش قيمة الكنز اللي عندهم. خذوا عيني شوفوا بيها يزينا، كلمة ثالثة ما عنديش زوز. ديما معايا الجورد متاعي، ديما عندي الماء معايا، ديما عندي الساك دو كوشاج نزلني نبات دافي في الليل، وديما عندي الكاس الحديد متاعي الناس كل تعرفني بيه، هذاك ديما معايا باش ما نستعملش بلاستيك وباش ما نعملش دي ديشي. كليت شامبينيون ما كنتش سيور اسكو معناتها ينجم يمرضني ولا لا. شجعت تونس والجزائر بالطبيعة بزوز بزاف. نشوف اللي الناس بالحق ما تعطيش قيمة للطبيعة، ما تعطيش قيمة للغشاس اللي عندنا، خاصة كي تشوف تونس والجزائر. هذاك علاش قلت لهم خذوا عيني شوفوا بها باش يشوفوها بنفس النظرة اللي نشوف بها أنا. آخر أبل تليفونيك عندي نهارين كلمت الوالد، كان عيد ميلاده كلمته باش نهديه بعيد ميلاده. هو العالم اللي عايشين فيه اليوم ماشي وقاعد يموت، والناس ماهيش قاعده، كي نقول ماشي وقاعد يموت بالحق ماشي قاعد يموت، نشوفوا كل يوم قاعده حيوانات تنقرض، قاعدين نشوفوا في الانحباس الحراري وتاثيره معناتها على الجو وتاثيره على الناس وتاثيره، ولكن العباد ماهيش واقفه والعباد ماشيه وتقدم، والماسيف اندستري حاجه مهوله وحاجه تخوف برشا.